قصدي سحابي عجيب كبرنا وعن ماشي وقبحنا قصدي سحابي عجيب كبرنا يا طلح بن عبيد الله وحن قاضنينا وانجلينا هضنا ابو هريره الدوسي حفظ ابو هريره ابا هريره وحو احفظ لامه الاسلام اسلامك امد وذا ما يزيد وحكبضا على 1600 حديثا كن اي لحب قل حديث ومن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث النبي كمد لا ريب شكك مجرو في أنك أذيك تعرف إن أتقرنيس هذا النجم المتألق حدك أن قفتي معي حدك انت بدل حدك وحن أنا قانك هو قول كدليا إن أغاها هاسي فنانين ته إيا مدك استوعد في عن كل قية حدك بفنانك أصاب حيبا للي هاي لكن حدك يالك ضبطة وحدك هان لا ريب في أنك شكيكو مجرى تعرف ان التقان هذا النجم حدقان المتالقة بداما يفتيما يؤمن صحابة رسول الله رسولك اصحابتي سكامدة صلى الله عليه وسلم وهل في امة الاسلام وار امضى اسلام كما كجرى احد قف لا يعرف ابا هريرة ان اقوني قف ان ابو هريرة قرنين من كجرى وامي انا غير يرى مقل جرنا ابو هريرة ابو هريرة ساسو اها ابو هريرة فقير بو اها ابو هريرة كم بو اها مرك قف كستقو اسلام اها مجرى ما كنت حسوغن يهي قف أن أبا هريرة كسين فلقد كان الناس ضدك وحي أهايين يدعونه كوا أغيير في الجاهلية حلق جاهلق أها عبد الشمس والأورنجر عبد الشمس أين قنا دونك يقرح فلما مركي أكرمه الله إلهي أكو كرامي بالإسلام إسلام لماذا وشرفه الله أكو شرفي أبو هريرة باللقاء النبي لكلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسولك أحوير عبد الشمس ما اسمك مقعا ما اسمك محالك رها فقال عبد الشمس علي دهبوي فقال عليه الصلاة والسلام بل ميا عبد الرحمن أيا لقوي رهدابو دهي أحب الأسماء مقع يذي إلى حق سلوك جعله وعبد الله عبد الرحمن عبد الله يا عبد الرحمن ومقع يذي إلهي أكتس اللوك جعله سبحانه وتعالى عبد الرحمن أيا لقوي رهدابو فقال نعم ويهي بوير عبد الرحمن بالايدها بأبي آبهبا أنت أذيك غفرنا يا إيو أمي هو يدي يا رسول الله أما تكنيته ككن ينتيس بأبي هريرة اللوغو كن ييي فسببها سبب تيدو حياهي أنه أبو هريرة كانت له حولها في طفيلته ينتيس هرة صغيرة بصدير مقلال يبدو لهنجر يلعب بياوك عيار مروى المقلاشة بصعوضة فجعل لدائت فجعل وحيالين لداته ضدك أسجل لدائدها وولش لدائدها لفلكها ينادونه إني أقول رواقيان أبا هريرة ساسا له بحي أبي مقلاش أبا هريرة وشاع ذلك وفافي وذاع وفافي حتى غلب على اسمه إلا مقعس كأتكاضي ما نيستي أبو هريرة كأتكاضي ما أنتنا عبد الرحمن هدي اللقف قرمي ملاه أبو هريرة من الله هريرة تكوي كفهمي مركب مجي عيسي والله قعد كاضي فلما قرتي اتصلت أي اسكحرتي أي اسكحرنتي أسبابه أسباب تيسي بأسباب رسول الله أي رسولك أسباب تيسي صلوات الله وسلامه عليه نبيك أسباب تيسي جدد كيسي ننك جد كيسي مركب اسكحر مين مركب أي حرير سنتي جددك أبو هريرة هي جددك نبيك صلى الله عليه وسلم جعل وعوق ذقل يناديه إنه أقول رواق كثيرا إنبضى رسولك بأبيه أبيه رب أورنجل نبيك أي ناصا وهل سشو له أصلك أي وتحببا جعليسين نبيك صلى الله عليه وسلم تحبب درتين أي إنه الرب إنه وهل إنه وهل سيه إنه جعليسيه حالة النوع عصى رسولك وحو أورنجل بأبيه فصار وحو النقضي يؤثر من دورت أباهر على أبي هريرة أبو هريرة أباهر بودورتي ويقول وعورنجري أبو هريرة وايه ناداني وحا إيقو النابية بها أيضا وأباهر حبيبي صاحبك رسول الله حبيبك رسولك الله إيضاحي والهر هر هدي لدهو ذكر وعلب والهريرة وأنثى وعددك هرير هدي لإراد هريرة وأنثى هرنا وذكر والذكر خير من الأنثى أصلاً نين أنتم بقولال بدي قال لوع لها كلكوا ضرب ذي لها أسلم أبو هريرة أبو هريرة وإسلامي على يد طفيل بن عمرو الدوس
طفيل بن عمر الدوسي او قصدي سي ان سو مرني ايا غانتي سو كسو اسلامي وظل وحو كسقناضي في ارض قومه قوم كي سي دوس رير دوس اها دولكودا الى ما بعد الا لغاغار كذب الهجره هجرتي الى هجرتي كذب بست سنين لحصنه حيث ميل وفد اي اسو غلين مع جموع من قومه كوح قوم كيسا أصدقوا لصعدا على رسول الله أي أصغلين بالمدينة مقال لدى مدينة سندي لحاد وقد انقطع وحو أقو أي الفتا شاكي الدوسي رير دوسي أها لخدمة رسول الله رسولك أذي كيسا صلى الله عليه وسلم إيو صحبتي لساحبتان كيسي فاتخذ المسجد مساجدك وحو كدكتين مقاما قري مالو نقاذوا مساجدك والنبي النبي كان معلما وإماما بو كدكتين معلم وحبري إمام ليبايه غوري سنوا مساجدك معلمك سنوا النبي صلى الله عليه وسلم اذ وقت لم يكن له اي سنقصنين في حياه النبي نبي نولشيس زوج حاس ملهين ابا هريره ولا ولد ولدنا ملهين وانما كانت له حوسنين ام هويو عجوز ضقا اصرت كاتكاتي على شرك قالنمده كو اصرارتيو كو دائمتيو وحبر كسنين شركيغا فكان ابا هريره وحو اها لا يفتأ ميدان كجوين او ان كنوغين يدعوها انو هويه اوغو ييرو الى الاسلام اسلام لماذا اشفاقا عبسي عليها كركدو عبسناي ويقضي ساو دي متهلو نار بينقن اشفاق يا نحارسش يو عبسي او عبسنا يدرتي يوسن كجوغسنين انو اسلام كو اوغو وحو اي وبرا باري اهان او بها ايدو باري هي باري نواء اها فتنفر منه ويكعرري جفتي مرك وابد نعي جرتي بهذا الكيسة وتصده وينك هور استاقي جرتي ويهور استاقي جرتي مر بن هذا الله ذي إسلام لماذا إن لغو صوق هذا وهو يدي فيتركها وكتقها يا أبو هريرة والحزن مربتنا والحزن مربت عليها وقب أيضنا يفري أي قوينيسو فؤاده لابتي سفريا قوين لابتي سمروكت أقب هوي قال لماذا إذا يا جرجري جرتي وفي ذات يوم مال مالمها الصحيب أهدعاها أبا هريرة هوي أوعي إلى الإيمان إيمانك بالله ألي ورسولي هوي إلهي رسولك صرمي بويري فقال بحيتر في النبي النبي عليه الصلاة والسلام قولا هذا البيتري هذا الكاس أحزنه مرجي أبو هريرة وأمضه حنونجيي أمض أوجع أدو رحم هذا هذا الحين بيكوتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفك مركو سندين ربين ومركز تقوه تدقوه الضوء إنه إله عاية وصورة قالها وعصورة قالها إنه دين تاذو حكا شيء ورادي دين تاذو ما بنقى ناقا تقنو كلها مركز دي خفك خفك وحوشي يقا وحلو قبا عيني هاي وحوكا حكمت إنه أصمايه وفك حتى قالت المسلمين تحلو دي دي جري إله يالكي قالت عبدان إلا عاية ويهدى عيسان إله يالكو ذا كوين العين يا إله سبحانه وتعالى أي الله عينا يا بقح سببتي إلى إلهي حي أوك أنت مركا معها مركا وحبها كشي يقين أبو ليجر إلى سبحانه وتعالى ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله إلهي سكذي سوحي أبو ذيان هعاينا فيصب الله يدعو إلهي حي سبحانه وتعالى وعدوا عدو تنمو مركا هو يدي أبا هريرة إلى الشيكتان كي نبي كبرتي مركا يسي نبي وحكا الشيكتان صلى الله عليه وسلم فقالت في النبي عليه الصلاة والسلام قولا هذا اللي كتري أحزنه مرجيي ومطه حنونجيي فمضى ودقاقي إلى رسول الله بؤذي وهو يبكي أسوء أيناي أهم باقبت أبو هريرة فقال له النبي نبي وحكيري عليه الصلاة والسلام ما يبكيك محاكا أيناي يا أبا هريرة أبا هريرة محاكا أيسيي فقال وحير إني أني كنت وحن أها لا أفتر مذان كنو إنون كجو إنون كجوجين عن دعوة أمي هو يدي أيرتان كذا إلى الإسلام إسلام نمضى فتأبى علي ويقد دي دي جرتي وقد دعوتها وان أيري اليوم مانتا فأسمعتني وحي إما قلسيسي فيك حقاك ما أكره وحن معيبي وحبي كاشيك ترسولك إلهي وحان مقلي وايي ايي تيرسدا درتيد ايا لا اوينيا
فادعوا الله إلهي إيتك جل وعز أن يميل إنو إيلو قلب أم أبي هريرة أبو هريرة هو يدي قلبك إذا للإسلام إسلام لماذا إنو إلهي يقول لحيو إلهي إيتك رسولك إلهي فدعا لها وأدعي النبي النبي صلى الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة وحيري فمضيت وانسو آذي إلى البيت قريقي فإذا الباب الباب كيبا وقد هد لصول لابي إذا تسكفرن بان أركي جيري ساس بقول الله بنا وسمعت وحن مغلي خضخضة الماء شنقر بيد شو واحدة بيها أيان مغلي. فلما مركي هممت أن دمعي بالدخول إن أنقره قالت أمي هو إذا وحيتري مكانك يا أبا هريرة ماشي هذا جوب حصل رافل أبا هريرة مكانك مكانك هاجة ألزل لا تسوق قلن. ثم كبعد لبست وحي حرطي ثوبها مرذيذ وقالت وحيتري أدخل سوقل فدخلت وانقلي فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يريد الله به خير ففكوا إلهي خير لدنا وموضوع كريم شرب النبي عيسى أمساكي حدنا الرسول كي رميسي صلى الله عليه وسلم فعدت إلى رسول الله نبي قال أصول الله داي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي أن أيني هذا أنا محبول أين هذا ومن الفرح فرح الدرادين فرحت درادين أنه لأينا يا نبيك أصول عبطي كما بكيت صنقوه قبل الساعة ساعة هرتد من الحزن مرق درادين وقلت حان إري أبشر يا رسول الله بشار رئيس رسولك الله فقد استجاب الله إلهي وأجبي دعوتك بريهاك وهداوها نوني الله أم أبي هريرة إلى الإسلام إسلام لماذا إلهي كهنوني سبحانه وتعالى وقد أحب وجعل ذي أبو هريرة الرسول الرسول كجعل ذي صلوات الله وسلامه عليه حبا جعيل خالد ديهو دحقلي لحمه ودمه هلبكيسي ديكيسا ديكيسا جعيك نيو كشغينه فكان لا يشبعه ماذا كدر قنبوها من النظر أكم إليه النبي أوفيريو ويقول وعرجري ما رأيت ما أركن شيئا شيء أملحك قرح بضن ولا أصبحك إفتين بضن من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كم نور بضن النبي ما أركن بوله صلى الله عليه وسلم كان قرح بضن حتى أنت لك أن أدمد الشمس قرح تجري إلى سعنيس في وجهي وجهيسا سوء بدعمي وجهيسا النبي وكان يحمد أبو هريرة وحوها مت مهدي الله إلهي تبارك وتعالى خير كي سبتي سري على أن من عليه إنو كم من يستي أي أقوم هدين جري بصحبة نبيه نبي سلا ساحب تانكيسا واتباع دينه دين كيس راعي تانكي وراعي فيقول وعورن جري الحمد لله الله مهد اسكالي الذي الله هدى كهنني أبا هريرة للإسلام كو الحمد لله إلهي ما تسكالي الذي الله علم أبا هريرة القرآن قرآن كبري أبا هريرة الحمد لله الله ما تسكالي الذي الله منكم من استي على أبا هريرة بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم صحبة إلى صاحب تانك النبي محمد وكما أولع سؤج على ذي أبا هريرة برسول الله رسولك إلهي صلوات الله وسلامه عليه فقد أولع وحصاصك لأجعل ذي أبا هريرة بالعلم علمك وجعله حكي إلي ديدنه دأب جيسة ديدن كيسة دأب جيسة عدديس علمك وكبك إي وغاية ما يتمناه وحق تمنين يئن جار غايرين إماشا أغضن بيسا علمك وكبك حدث زيد ابن ثابت باكه الله وكشيكي قال وحيري بينما وقت أنا عنك هو زيد بن ثابت إيو أبو هريرة إيو صاحب لي صاحب أني أن لها سدح ذينا في المسجد مساجد كأنفردينه ندعو الله تعالى الله أنبريينه ونذكره الله أنحسينه اطلع علينا وحن نقص وبحي رسول الله صلى الله عليه وسلم سدح ذينا من القيسة فردنا مساجدك الله أنبريينه ونحسينه نبقى بصوك لي وأقبل نحونا تنكينه سؤالينا زاد ما كوصا أصوغ علي ماشاء النجا أنفديني أي سؤالي حتى جلس بيننا إلا لحن أصوف رستي معي سمينا ينمركا فسكرنا وآمسنا لديهن دقري بريه يوحي أولني نبي محمد باي ميلي شبان رحني فقال وحوداي عودوا كل عطة إلى ما كنتم في وحد هيدين واتبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فدعوت وانتوغي الله على أنا أني وصاحبي صاحب كيبا قبل أبي هريرة أبو هريرة كهر وجعل وحوقذك لي الرسول رسولكنا يؤمن إنو نؤمننا على دعائنا بريهين آمين الله إذنك أقبل يرسولك الله صلى الله عليه وسلم
على دعائنا. ثم دعا أبو هريرة هدنا إلهي بري فقال وحداي اللهم إلهي إني أنا جونا أسألك وحنك سؤالنا يا ما سألك وحكويديستين صاحبا يا لبدي صاحب لبدا صاحب وحكو سؤالين أو كلام كويديستي وأسألك علما تنوي درتاي علمي بنك سؤالنا لا ينسى الله المامين علمي أن إلو شلاهين. فقال عليه الصلاة والسلام آمين بوداي نبيك. فقلنا وحن نير مرتبات أنجنا ونحن نسأل الله أن الله وحن الله ويدي سنينا علم الله ينصى قلب كسر حسستين علم أن له المامين. فقال رسولك آمين مدهينه سبقكم بها وحيدين كجور مري بويري الغلام الدوسي ويلكير دوسي آه الذين كجور مري. وكما أحب أبو هريرة سوء أبو هريرة أجعل هذا العلم لنفسه فقد أحبه لغيره غيرك سنو ولا جعله سو أصدق أجعل ضدك إني برتاني قاتانا أبو جعل. ومن ذلك أرنت وحيتهاي أنه أبا هريرة مر وحصومر ذات يوم مال مالمها الصاحب كأ بسوق المدينة مجال ذا مدينة سوق ذا فهاله وحمرق ليي أو عبسق ليي أو كعبس ضي انشغال الناس ضدكك مشغول كذا بالدنيا أدونك يكون مشغول سيهين سوق مربع هل قف سبحان الله طائرة أرت ويرتهاي كان بحي دين إسي إيه صرف كم إيه وعماه وعكلا مجره ذاتك السيسوق أغوحي سيهين انشغال الناس بالدنيا إيه واستغراقهم سيئهما شود سيهين سيدي ذات بيقح قلي أوكالي في البيع والشراء يبسي إيسو إيبسي شده والأقض والعطاء بحنت إيقاض الشرع فوقف عليه بدو الاستاقه وقال وحجري ما أعجزكم يا أهل المدينة يا إذن كدقوني ما بدن برير مدينة وردقون يا الباتهين ما حايدينك عاجز نما بلان داد عاجز يا الله تقمين باتهين. فقالوا حيتين وما رأيت من عجزنا يا أبا هريرة ما حاتكو أركتين يا كتو صدقون مديني عجزين. فقالوا حداي ميراث رسول الله نبي قد حالكيسي صلى الله عليه وسلم يا يقسم لقيبين يا وأنتم ها هنا إذا كنت تاقتين يا عجزين بحالكي نبي كتغا حق لو قيبنا يا اذن كن ميشن جوجتان ضريت بطاط يو حق لي سامبريس الا تذهبون 100 اذين او تاخذون هذا كسو قادر نصيبكم نصيبكين ورنت تقطان بحد قيبتي رسو قاط. فقالوا حدد واين هو يا ابا هريره ابا هريره والك انت لو قيبنوا يا. قال في المسجد مساجدك. فخرجوا وصبحا سرعنا يبو سدقدق اي مركا وقف ابو هريره اللهم هو استاغا سغنا مل بو غبل حتى رجع الى صلاتين. فلما رأوه مركي أركين قالوا حدين يا أبا هريرة لقد أتينا وان تقني المسجد فدخلنا وان قلني فيه مساجدك فلم نرى شيئا يقسم وحلا قيبين أبا أركين بي وحلا قيبين ما أبا أركين بي بيهم. فقال الله محوكو يري أو ما رأيتم في المسجد أحدا مساجد قفنا ما بكو أركين مياه هل قف حتى مجوغين قالوا بلا ها رأينا وحن أركني قوما يصلون ذات هل كنت كنايا وقوما يقرؤون القرآن كو قرآن أقرن آية وقوما يتذاكرون كو إسحصوصنا في الحلال والحرام إسوعدين آية. فقال ويحكم هلك بإذن قد عيبوا إيري ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وحكى النبي قال أحلا بحلك لا أتادي وامحي مركا ميشو حد كفهم إذا قفك حول قبين كستئوية هاي لعكت وحباك زيادة هاي مديدو سوقي جوغاني وقنع ستي ويديه وايين هدي وحلا قيبنا أنا كنت هبان وفلان سيادرت بالدانين كأدون كوكو تجار سنبقل شنادو جدك كيرو أقاطع ونفعي كيرو يقانا انتا سابنجي اوغو جيرتا انتا سوها استاع انو كتلاب صدا مصر ميناي محام بقول الله تشين طبعا طانا دويا لغا انو قاضا حالة دمرك حولها وإنه لحب الخير لشديد ويكو أدق ينبودا إلى سبحانه وتعالى ويحكم بويري وحوك إذن كدعيي ذلك كان ميراث محمد ويحكم ليبانتيني وطيه كرتا ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عانى ولصك راضي ولرفاضي أبو هريرة بسبب انصرافه أقو إتانك للعلم علمك أقو أي وانقطاعه أقو إتانك لمجالس رسول الله نبي مجلس كيس أقو أي ما لم يعانيه سيصا أقو رفاض أحد أحد ومن الجوع حق باهدي وخشونة العيش نرشى أذك مركاها علمي من برنا مركا باهدو وانا دباطوطا وانا دباهطا وانجيف عن آدم هيدين حرتو ساسي أنجرين لكن حتى ما أنت جوكت اسكت في عينينو وحودنا اسكت ديار سيرفع في عنا ويكون جيفان نالله وحويكو أخرستان مركا وناك فربنا بيجي رمانتا سادرت تيد با مركي وروح برشضي في عينيتي
كدغن كنا فينا مع ذلك ما انت او شيء كستي وحول بديار لو ليه قفكا يا لغا لا يا وحبره ددكي وي سفر جيرين ولا حريسن جيري قف او يقانا ملها مغالو تغيا مساد كسو سيخانا شميتديدا اما دولكيسا وا دحي كرت ما انت ود انو سو وحبعونين ما انت ودن انو سو مركا وحبعونين ايا معقول ها او صوره قال ها سيدي نينكي حريستي لي شيغايا كلي سو دور مال مود باهدي يا مال عزيمد لغا وعشيقين عشر كو بلاوي كتابك يسكن الله غير القاسيري الوليمة تنادرة وليمة من مربى لهلا والعلماء كثير ملك هذا كيلي سوا عاد سري عاد مرك خشونة إباهي ذا إباتة علم قال لك برتا ولا عليها مرك استمرك جهد لجليه لو رفض لو تعبور ده لو قطعه مرك أصلا ده كيلا الله هلا را عن نفسه نفسي سكوريه وأبو هريرة قال وحجري إنه كان شأني إنه أبو هريرة إنه شأني كان وحها يشتد بي مد يقدرنا ذا الجوع باهدا باهي حب ذا بيقى من جرتي حتى أنتي إني كنت أن أهذا أسأل الرجل من سؤال من ويديا رجع سؤال ويديناي أو من أصحاب رسول الله محو سؤالي عن الآية من القرآن آية القرآن ككلمة وأنا أعلمها أن وأقانا بناي آية مركان سؤال أيو ما إن أنا آية دقرني كي يسحبني سوئي وضمعه معجيس إلى بيتي فيدعمني إنو حنت إصاصي أجيد ذي ذطاي وحكى لك مرة ورنيو قفك باحا إلهي محوك إيه سبحانه وتعالى آية إيه شاك بل وقالوا جواب يدعمون الطعام بليري واسك دقاقا قفكي مفهم آية مركا إن لقرتو ربا أبا هريرة ستوس إنو قرده ضدك وحسينا ما سمينا لا يسألون الناس الحافة سيد إلهي كو أمانة سبحانه وتعالى مركا ساسا أهابو يري كي يسحبني كي يسحبني إنو إكحي أو إلى صاحبه أن لا صاحبه راع معه إلى بيته فيدعمني وقد اشتد بي الجوع باهبا إيقو درناطي ذات يوم المال المال ما وصاحبك حتى شددت إلا أن كحرطي وأن كؤدكي على بطني على شيء حجرا ضقح بقح انتان علوش قلي يان كحيري فقعدت عن فريستي في طريق الصحابة جدك وضلي ضدك صوام مران صلاة مركي لقب حيوى عرري جدك يضدك مران بفريستي فمر بي أبو بكر بأي صوام مري فسألت عن ويدي عن آية آية في كتاب الله وما سألت وما أنا ويدين إلا ليدعوني إنو إي رماهاني فما دعاني موحد وإي جواب آية أخرى ويقتلين ثم مر بي عمر بأي صوام مري ابن الخطاب فسألت عن آية فلم يدعوني أيضا أصنع موحد ثم حتى مر بي رسول الله إلى نبي إسلام عليه صلى الله عليه وسلم فعرف وفهمي ما بي وحي يغسقن ومن الجوع باهئة فقال أبو هريرة ما أبو هريرة فقلت لبيكها نعم يا رسول الله واتبعت وان راعي بوجه صباح وإلهي لكن ألحق فدخلت معه وان لقى لي البيت قريه نبي فهمي صلى الله عليه وسلم فوجد وحوه لأن رسولك قدحا قراص أما وين فيه اللبن عانه كجره كوب قلاص عانه يميزك صارنا فقال لأهله حسنا ما أقول النبي وقت لك يعني أهل كيسو عكويري من أين لكم هذا حقابوا إذن كغسق ناضي متكان يا إذن كاني قالوا وحيدهن أرسل به أما أرسل به وعصادرك وصادر فلان هبلب إليك حقاك أصادري فقال يا أبا هريرة هي انطلق بح إلى أهل صفة أهل صفة يقصوا عبويري فدعوهم أهل صفة آد فدعهم إيغو صوير أصحاب صفة مساكين تنصوت المانيو قول كيس كدقنا فصاني ويحمي سيبو يري إما فرحات قلينين إرساله ودريتان كيسا إياي أني أؤيدري لدعوة مويرتان كودا وقلت في نفسي نفسدي دو حان كئير كرق مدهن هوسو حان كئيري ما يفعل محفلك را هذا اللبن عانها مع أهل الصفة أهل الصفة نما كذا دا صوعه ما حيقسو قاري معناها ما يفعل هذا اللون مع أهل الصفة أهل الصفة عكسو قاري وحايف في عند إنو إسيو سيدي روادك لقدرتي شربت أن أو أتقوى بي أن كحو قيستو هدنا وحايقا سيدارا هدي يمانا سيد أو ملك لقدر ما مباه ريرا أنو قيقاي بي لها هدنا هدنا قيقاي بي ما يقسو قاري قيبي وقراصة ما من أهل الصفة وكنت حانها أرجو مدرجي أن أنال منه إن أنقار عانها شربة عبيتان التقوى بها أنك حوغيستو ثم أذهب إليهم وأمر كالنبي لم يديه كرو أذهب إليهم وأن آذي فأتيت وأن أكاني وأن ألئمت أهل الصفة فأتيت وأن أتقيد أهل الصفة ودعوت من أصيري فأقبلوا ويسوقا بلين فلما جلسوا مركي فريستين عند رسول الله رسولك أكتيس قال وحوئي هاي خذ يا أبا هريرة فعطيبتك عبسنان قاد سيسيبا ليربو يري خذ قاد يا أبا هريرة
فاعطهم فجعلت عن قد قال يعطينا سي الرجل فيشرب ابو حتى يروى لو درغو الى حتى انت يروى ودرغو الى ان شربوا جميعا الا ضمان عبين فناولت القدح ويلكي وحان جيي او ان كريدي لرسول الله رسول كان اوغيي فرفع راسه مدحي سو كور ايغو سو قاداي الى يحقيقا مبتسما اصوت العدينا وهي هذا الكي ولا وحيودي عاني ولي وسيدي وقال وحير بقيت انا وانت اني اذا ابن مو ابو هريره قال صدقت يا رسول الله رمت واني اديك ادمن قال فشرب عب فشربت وان عبي ثم قال شرب عب فشربت وان عبي وسعلي فما زال كما اسنسن يقول رسولك انه ضحى يشرب عب او فاشرب ان عبها حتى قلت الا ان اري والذي بعثك بالحق معبودك حق ما كو سو بيان كو دارتي لا اجد امها له عنها مصاغا من القاده ودرج رسولك الله عب عب سويداي مركي دم وحا ان ميل قاده ملا عاني وسيدي سي ولي فاخذ الاناء ويلكي برسولك قاضي وشرب من الفضل وحي هري اي علي لم يمضي كما سو وريغن زمن طويل وقت دير على ذلك حتى فاضت الى يسوشبنتي الخيرات خيرات العقد على المسلمين وذا فقد ويصوب برقتي عليهم كركود غنائم الفتح غوشي غنائمتيدا فصار لابي هريره وحو هلي او نقدي مالا من مال مال ومنزل غري ومتاع الاف وزوج حاص وولد علم بحولاي سبحانه سبحانه وتعالى غير لكن ان ذلك كله انت صوتا لم يغير مدورن من نفسه الكريمه نفتي سيخي عنا شيئا وحبا فقير وحلي من نقلن saadartid baqaf marku aad faqirnimada uga badato waxna helo inay ka dhamaanay buu umaleeyaa dadku isweeraysiinaya madax imaanaayo xaafad xadda uu ka guuraya meel anaga naga dheero aan tagi karin yuu guuraya inta marka meey qofku inay sanbedelin walam yunsihi mahal maasiinin ayyamuhu alkhaliya maalmihi tagay maalmihi si tagay maalmaha baahida lama iloobo dadka baahida kugu la jirayna lama hilmaamo fa kathiran ma yaqul wahbaran wahwa mid yiraahda nashatu wan barbara yatiman anoo agoon ah wahaajirtu wan jirooday miskiina anoo waxba haysanin wa kuntu waxaan ahaa ajiran shaqaale لبصره بنت غزوان قودا لدهو يان او شقينهي مخي او شقينهي وا بطعام بطني على وش سو شقيست ماشي كدها وا ددك علابتا بو دقدق يا وحا سو سمينا يا عشا بصيره شيل المجرو وا بطعام بطني على وش اذا عنتديد او حرتا ادي تلماميات فكنت وحانها اقدم من اقدمي القوم قومك اذا نزلوا مركي دغان وحان اها مركي دغان واحد لهم وحان او كحين جري اذا ركبوا مركي رفتان markay safarka aadayaan mahalaha iyo geela waan u kixin jiray fazawajaniha allah ilaha baba ii guuriyay gabadhiisa loogu shaqeynayaa baxaas u noqotay falhamdulillah ilaha baba ma tiskale alladhi allahi jacala diina diinka ka dhigay qiyaaman mid qiyaam ah qiyaaman nidaaman wa imaadan ka dhigay mid toosan wa sabara aba hurayra sabarki aba hurayra oo sabrayna imaaman imaamku ka dhigay weeli buu noqon doona madaxba meel looga dhigi doona aba hurayra wa qad wali aba hurayra almadina magaalada madina u talin jiray min qibali muawiya jinkis ibn aba sufyan akthara min marra hal mar wax ka badan falam tubdil alwilaya ma badalin wilayadi min samahati tab'ihi dabi'ati sif'ni wa khiffati tillihi shay'an iyo wanaagisi khifata dhillihi wa halola jeeda wa kinayo wa hadal i ruux macaantisa macna sidii markor uu u ficna waxba kama bedelin faqad marra wa soo maray bi ahadin faqad marra wa soo maray bi ahadin faqad marra bi ahad turuq al madina wa huwa wali asagoo wali ah alayha madina wa kana yahmilu wuxu xambaarsana al hataba haabo على ظهر دبر كيسة يؤوطى لأهل بيته لبيت كيسة فمر وحصو مري بثعلبة بن مالك وقال له حكيري أوسع الطريق وروضد قباني للأمير أميرك يا ابن مالك ابن مالك فقال له حكيري ارحمك الله ولله كون حريستو أما يكفيك هذا كان ميسا كفلين المجال كله مجال كان أردنك مفلنا ميا فقال له أوسع الطريق للأمير والأمير كأباني والحزمة التي على ظهره حزمة مركا دبر كيسة صارا أيها الساس ولاية أهيستا إيه هدان خدمة ذو ذا أيها مركا قبسنجرين وقد جمع وحسكو الدرس ذا أبا هريرة
وحو اسكو درصدي أبا هريرة وحو كدرصدي إلى وفرة علمه علمي جي سبالله نانتيسا وصناحة نفسه نفسدي سسماحة دي وناقيدة التقى الله كعبسي والورع حلال ميرد نمو فكان يصوم النهار مالنتي وسومي جري ويقوم حو استاقهي ثلث الليل هبينك سدح ميلون ديك مركز سدح قيبك مدقى ثم مركو استاقه يوقد حو كعينهي زوجته ناكتيسا فتقوم حو استاقهيسا ثلثه الثاني قيبت لبعض الدحاء ثم توقد حيك عن جرتي هذه أيضا ثم توقد هذه ابنتها قبل هذا شيء فتقوم ثلثه الآخر خيبت ذنب أيضا استاقي جرتي فكانت العبادة عبادته لا ينقطع متكبو إن بي أهي في بيتي قرقي سطوال الليل هبينك أرنبا صدق ثوراسات تكرايا دحيعة تكنيس حاسكي قيبت ضم قبلها تكنيس قريقة بين كنا صرابة كصعتها فقد كان لأبي هريرة وحو لها جارية جارية سنجية سنجية وبلاد سنجي واسو امتقانا وقوم من السودان كمتعة أي جارية أهيد فأصاءت إليه ويحميسي وغمد أهله إهل كيسين ويمرق لسي فرفع الصوت كرباش كيبو عليها كرك يضع وكرق هذا ليضربها بيسو وقراعه ثم توقف واستاقه وقال وحداي لولا القصاص عرص شهدي سنجر لهين ليس قصاص يوم القيامة لو جعتك وانك حنون جلها كما آذيتنا صار نوطبتي ولكن سأبيعك وحنكا قضانيا وانك بيعينيا نمن قف يوفيني يوفينا يوسينيا ثمنك العقد هذا وانا انيغو احوج اباهي بدن ما اكون الي انت ماي حقيده مارين ان اد اباهي قبو قف العقد هذا يسينيا كا غدنيا اذهبي بحف انت حر حربات لله عز وجل الى ابوك قاد ابي الكيسه وكانت ابنته قبديس وابا هريره تقول له حيوده جرت يا ابتي ابو ان البنات قطع فعي يعيرونني ويعايا يا مروان فيقول نوحي إليهن لما لا محيبا لما محيبا لا يحليك أوكو خرحين وايي أبوك آبها بالذهب ذهب ذهب إيه وحكو وجر مالي محادا عي ذهب لأنت فيقول مركاسا وحو يري يا بني يهتك بدا يذيي قولي لهن أده إن أبي آبهي يخشى علي وحو إيقا عبصانا يا حر اللهبي هلا جهنم كل الكيدة وحو إيقو قذي وايي ذهب وعيتهاي نارت جهنم إيدي دنيهاي ولم يكن ميسانهين امتناع أبي هريرة أبا هريرة كمن عتانك عن تحلية إنه الذهبية أوصية ابنتي قبديسة إنه الذهب أقضى صنع بخيل نمو بالمال أما ظنع متك بخيلة هي بالمال أو حرصا عليه أما إنه مالك كد ذلك إذ وقت كان أها جوادا ننقع عنفرا سخيا سخي اليد قعنتي سنة أي سخيتهاي في سبيل الله وقد بعث وحا أصدر فقد بعث إليه أبا هريرة وحا أصدر مروان بن عبد الملك أيام نوح أصدر 100 دينار ذهبا لبات الدينار ذهبا فلما كان الغد صبح مركي لقارينا أرسل إليه وحا أصدر أذيك له يقول أصغر دهيا إن خادمي خادمك يجي أنكو قصر ديبي العقدة غلط وغلدمي بأعطائك سيسمد هذا الدنانير الدنانير توفسي ولغو غلدمي وانا انيغو لم اردك كل مدون بها ايضا اديغ لغو مربين وانما اردت وحان لدوني غيرك قفان ادي اهين فسقط في يد ابي هريره قعنتي سالغو ريدي واقوم ميي وقال وحو دهي اخرجتها واب بحيي بانيغ في سبيل الله ما كبحي حالي مركات يسو درطيبة ورحدي قوما سوا بحيبا ولم يبد عندي مبابرين بلعك منها حقي ذا دينارا هل دينار حتى إيجا مبرين أي فإذا خرج عطائي سيسمدي ذا حتى إيصو بحضه بيت المالك وحن كلها فخذها منه كقالب كقوصة ماش وإنما فعل ذلك أرنت وحوسمي مروان ليختبروا إنه امتحان كليا فلما مركي تحرى وقصدي أغادي الأمر أمر كان وجد وحوها لي صحيحا إن رنتي تهي وقد ظل وحوها ذي أبا هريرة ممتد به الحياة انتي أونولا برا بأمه هو يدي مدباريو فكان وحوها كلما مركزت أراد أدوني الخروج إنه كبحو من البيت قريقا وقف على باب حجرتها قلك أي كجرت الباب كذو استياقها يي
وقال وحو أرني السلام عليك هوي نبتقلي كركعها هاتيا ومتى هوي ورحمة الله وبركاته فتقول أيضا وحو أرني سوى عليك السلام كركعها نبتقلي هاتيا بني ويلكي جيو ورحمة الله وبركاته كركعها هاتو فيقول وحو أرني رحمك الله إليها كن حرست كما رب يتني صاد إيسو برباريسي صغيرا أني غير فتقول حديث أيضا ورحمك الله أدنى الله كون حريستو كما بررتني صباري إيغو نقطي كبيرا أبيغ أوين ثم إنتاك بعد إذا عاد إلى بيته مركو قرقي سكسو نقونا ينا مركا ومركو بحايو فعل مثل ذلك ساسو كلوس من جري وقد كان أبو هريرة أبا هريرة وقوها يحرص من دلالة أشد الحرص دلال مدك أقدرا على دعوة الناس إنو ضدك أغير إلى بر آبائهم والدين تود إنا يقباري نقضان إي وصلة أرحامهم رحمدو ذا إني حريريان فلقد رأى وحو أركي أبو هريرة ذات يوم مال مال ما أصاحب رجلين لبنين أحدهما مدكود الصن كدأوينا من الآخر ككالي يمشيان معا وذا صعدا فقال لأصغرهما كي رابا وحو كير من يكون هذا الرجل منك نكا محو كيهي من يكون ما يكون دي محو هذا أو محو يهي هذا الرجل نكا منك حقاقا قال أبي أبي وأبي فقال له حكيري لا تسميه هكما عاب باسمه مجا عيسى أبا معانا هذا ما هي علي فرح به مجا عيسى كوعين طلبات ولا تمشي هصعن أمام ورتيسة أبها مركات إسلا سعتان قضى الكمر ولا تجلس قبله ورتيسنا هفريسانين ولما مرد مركو جردي معنا ورتيسة هفريسانين أصغو تاغن هفريسانين marka meel isla socotaada meel tagtaan tagno illa fadhi oo meel ka helo kadi fadhiiso walama marida abu hurayra markuu jiray maradan mauti geeridi ee xanuunkii geerida baka waa hooyay abu hurayra faqila lahu waxa loo yiri ma yabkiika ya abu hurayra abu hurayra maxaa ka oysiinaya faqala wuxuu dhay amma inni anigu laabki u hoyn maaya ala dunyakum hadhihi adunkiinan kan ah u hoyn maayo ولكنني لكن سأبكي وحن أينيا لبعد السفر سفر كان أصعن فجأت أوليه يوقلة الزاد صهيدا يرانتيه صهيدا وظلنا ويرتها سفر كان أصعن ووديري هاي تاسا لأينيا لقد وقفت وحن استاج سنة هاي هذا وأنا استاجي في نهاية الطريق وضد ماشي جود بيزي وسكراتك يفضي وضد صوبي إجينيسة إلى الجنة أو النار وددا صاحب او سوتو اما جنني كو جين اما نار ولا ادري من اوغي في ايهما اقول لو دا كان هان دونا لبدا كان نكون دونا ما اوغي وقد عاده وحصوب وقضي مروان بن حبن الحكم فقال له وحكر شفاك الله شفاك الله الله كعافي يا ابا هريره فقال وحده اللهم وابو هريره الهي يو اني اني احب وحن جعله لقاءك لكلنك فاحب اله جعله لقاء لكلنك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه خفك إنه إله لكل مجعل هذا إلهنا إنه لكل مجعل هذا سبحانه وتعالى خفك إنه إله لكل منا إله لكل كي صنع سبحانه وتعالى مرك إله لكل كي كان جعل هاي لكل كي يجعله وعجل لي فيه إن سود الدجي إن أقول لكل ما فما كاد مصيغ يغادر إنه كتبحه مروان داره دارت أبا هريرة حتى فارق الحياة إن الله شيء فارفود انتي رحم الله إليها أن حديث أبا هريرة رحمة واسعة رحمة واسعة الله سيئ فقد حفظ وحو حفظي للمسلمين مسلمين تا ما يزيد وحكبرا على ألف كن إيو ستمائة لحبقل إيو تسعة سقال ومن أحاديث رسول الله على ألف وستمائة إيو تسعة وكن لحبق وكن لحبقل إيو تسعة ومن أحاديث رسول الله وجزاه إليها كجاسي الله كأبا المري أبا هريرة عن الإسلام إسلام كحقودة والمسلمين إيو مسلمين تبا خيرا خير إليها أجاسي أبا هريرة قصدي سيقي ما بغنيرنا ماشا سنفق بحينا وإنو حبين دنب هذه ربي إدمو إيو الصلمة بن قيس الأشجعي عواصم إيشا إنو جوكتو بالله توفيق الله سبحانه وتعالى.